تعلم مع زكريا. السلام عليكم dear friends. Few minutes are remaining before the Fajr prayer call. Let's take this opportunity بإذن الله to learn together how to perform Salah. Learn how to perform Salah. To perform Salah, we will need to a prayer carpet and to know the Qibla direction. This is Adhan al-Fajr. Let's get ready to learn how to perform Salah. After wudu, face the Qibla and recite Iqama as following. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala as-salat. Hayya 'ala al-falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Make your intention to pray, then raise your hands up to your ears and say الله أكبر. Place your right hand over your left hand and recite the استفتاح دعاء. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Follow it with سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Then recite any other surah or any part of the Quran such as سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Say الله أكبر and bend down. الله أكبر. While bowing, say سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Stand back up and say سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Say الله أكبر and prostrate. الله أكبر. And say سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر. Raise from sajda and say ربي اغفر لي 3 times. الله أكبر. Prostrate a 2nd time. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر. You have completed the first rak'ah. Let's repeat the same steps in the second rak'ah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Then recite any other surah or any part of the Quran such as سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Say الله أكبر and bend down. الله أكبر. While bowing, say سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Stand back up and say
سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. Say الله أكبر and prostrate. الله أكبر and say سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. Raise from sajda and say ربي اغفر لي. Three times. الله أكبر. Prostrate a second time. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. Then recite the تشهد as following. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Finish the salah with taslim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Right first. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Then left. We've just learned how to perform salah. Don't forget to share, like and subscribe. See you next time, inshallah. لا تنسوا الإعجاب الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله وحفظه.